لبنان انوجد ليكون وجود ودور كافة المكونات نكون شركة. هل اليوم المكونات اللبنانية شركاء مع حزب الله بالقرار استراتيجي؟ لا. فإذا في مشكلة بنيوية، إذا اليوم بدنا نوقف النار، في عنا كادر شرعية دولية اسمه 1701 دمروا حزب الله من 2006 لليوم، عم نترجى احترام 1701. طبعا نوصل لهون، هل حزب الله وإيران عم يترجوا نوقف اطلاق نار 1701؟ بس ما في كان فيك يا حزب الله توفر على الشعب اللبناني اللي عم بصير. إذا بدنا نضلنا على طول الأقوى والمسلح بدنا نخاف منه وبدنا ندري وهو على طول عم يقضم من الدولة، نضب غراضه ونفل، أو نقبل نصير رعاية وليس مواطنين في دولة حزب الله. ما في 20 خيار. من كم يوم بيقول نواف الموسوي بشير جميل الطخيب عمل واجباته حبيب الشرطوني قتله، وشو بضيف؟ إذا إجا رئيس جمهورية يهدد المقاومة رح نقتل. عشت يا سبع قلت عن جد، عشت يا سبع هيدا بدي أركع قدامه. بعدين خي أنت شو عم تقدم لي غير الموت والدمار والمقابر والحزن والأهل اللي عم يبكوا؟ شو عم تقدم للناس؟ مقاوم شرفك.